السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله مهم جدا جدا لأي حد يفكر إن هو يشتري المقلاية الكهربائية أو القلاية الكهربائية. هقول لكم النهاردة إن شاء الله مميزاتها وعيوبها، طبعا باختلاف الأنواع. يعني دي نوعها مينتا اللي هو مونونكس، بس اللي هو متجمع في الصين، فدي نوعها مينتا. تمام، سعرها كان كام؟ سعرها حاليا 1000 جنيه. سعرها حاليا 1000 جنيه، شفتها على سوق.com ب 950، فعلى حسب المكان اللي جبتها منه. بس هي حاليا سعرها 1000 جنيه. ده حجمها، المفروض ان هي بتشيل كيلو كيلو من الحاجات اللي هقليها. يعني المفروض ان الشبكه دي بتشيل كيلو. سهله جدا، بشغل بحط فيها الزيت طبعا، وبعدين بيسخن وبحط فيها الاكل وبظبط درجه الحراره على حسب ما انا حابب من الترموستات اللي تحت ده. طب لو واضح لكم، هي سهله جدا جدا في الاستخدام، بس الفكره اللي انا عايز اقولها النهارده مش الاستخدام خالص بتاعها. اللي انا يا جماعه عايز اقوله النهارده مميزاتها وعيوبها. اول حاجه هبدا فيها المميزات. اول ميزه يا جماعه ان هي بتقلي من غير طرطشه، يعني عكس الطاسه اللي بحط فيها الاكل ممكن هو يطلع بره الزيت ويطرطش حوالين البوتاجاز او حلول او حوالين المكان اللي بقلي فيه. لا دي، لا دي لانها فيها غطا بتقلي من غير اي من غير ما تطلع اي حاجه بره. تاني حاجه فيها طبخها بيبقى امريكان او بيبقى مفتوح على الريسبشن، فطبعا اي ريحه اكل في الطاسه بتطلع بره. دي عشان فيها من هنا فلتر، واضح لكم برده هنا فلتر، ده بيخلي اي ريحه اكل لو مثلا سمك لو اي حاجه اللي ريحه مش كويسه يعني بتخرج، بس مش بتخرج بتسحب نفس قوه الطاسه. تمام، دي الحاجه التانيه. الحاجه التالته بتقلي بسرعه، يعني انا هنا مثلا ممكن لو هقلي مثلا في الطاسه مثلا في نص ساعه مثلا، هنا لا ممكن تقلي مثلا في 20 دقيقه مثلا، فطبعا في شويه توفير في الوقت. تالت حاجه مش بضطر اني اقلب الاكل، هي عشان بتبقى فيها كميه زيت كبيره، فبتبقى هنا بيبقى الاكل مغمور في الزيت، بيبقى الزيت لحد هنا مثلا، فبيبقى الاكل متغطي بالزيت، فمش بضطر خالص ان انا اقلب، مش بضطر ان انا اقلب، بحط الاكل وبمجرد ما بيخلص بروح مطلعه كده ومصفيه، وبعدين بقدمه في الطبق. تمام، دي الميزه الثالثه او الرابعه. الميزه الخامسه ان هي فيها درجه حراره، يعني اقدر ان اتحكم في مثلا اكل معين بيبقى عايز درجه حراره معينه، زي مثلا الفراخ البروستد او الفراخ البانيه، عشان تطلع معاكم مستويه من جوه لازم تكون ليها درجه حراره معينه. ليه درجه حراره 170؟ اللي هي كام؟ 170. فدي بظبط هنا، بس باجي عند الزرار ده بخليه حسب ما انا حابب. اوضح لكم اكتر، ثانيه واحده، بصوا ببدا بقى كان انا اخليه حسب ما انا احب، 190 180 170 160 150، في كمان اقل، بخليه على 170 بكون متاكد ان الاكل بيستوي بالطريقه اللي انا عايزها بدرجه الحراره اللي انا عايزها اللي هي المظبوطه. خلاص، فطبعا يا جماعه كل دي مميزات. ايه كمان؟ هي طبعا شكلا حلوه، دي اخر ميزه بقى ان هي شكلا طبعا اشيك بكتير جدا بتكون في المطبخ مثلا كده على جنب او في كورنر لوحدها، شكلها اشيك بكتير طبعا جدا من الطاسه. طيب دي كل دي مميزات. نيجي بقى العيوب. اول عيب صعبه جدا جدا في التنظيف، يعني فكره ان انتوا ترجعوا الشبكه اللي جوه دي، طبعا دي كانت جايه كل ده كان جاي بيبرق نظيف جدا، استل مش استل ما اعرفش نوعها ايه، بس كانت جايه ممتازه. فكره ان هي ترجع زي ما كانت مستحيله. بصوا دي جربت ان اعمل فيها ايه، جربت ان اعملها طبعا بستلك بسترس بباور، غسلت الاطباق طبعا كل غسله، بس برضو بصوا بيفضل فيها حتت كده. بصوا مثلا الحته دي كده لو واضحه لكم، شايفين اللي بيحصل فيها؟ شايفين الدهون دي بقى كده مش بتتشال ولا باي حاجه. تمام، فده اول عيب فيها ان هي صعبه جدا في التنظيف. تاني عيب فيها ان هي عايز كتير، يعني هنا بصوا هنا عامل لنا ايه، ماكسيموم ومينيموم. تمام، الماكسيموم ده 2 لتر ونص، والاقل حاجه ده 2 لتر الا ربع، فطبعا فكره مكلفه ان حد يحط 2 لتر زيت في حاجه زي دي. وغير كده وكده بتحرق الزيت اسرع من الطاسه، يعني بتسخن بهيتر تسخين اللي هو تحت ده المدور ده، فالزيت بيتحرق. يعني ايه بيتحرق؟ يعني بيسود اسرع بكتير من الطاسه. تمام، رابع حاجه زي ما قلت لكم بتاخد معاك كهربا كتير. طبعا انا بقلي بالكهرباء، فممكن مثلا اقعد ساعه الا ربع ونص ساعه بقلي، وهي كام واط؟ هي تقريبا 1600 او 2000، 1600 كانت 1600 واط، فطبعا 1600 واط في الكهرباء نص ساعه او ساعه الا ربع بتاخد طبعا كهرباء معاكوا كتير. وزي ما قلت لكم هي اكتر بصراحه عيب فيها هو التنظيف. اهم حاجه بقى انصحكم بيها لو هتجيبوها، لو انتوا ناويين انتوا تجيبوها، تجيبوا الحله تكون كده، ما اعرفش بصراحه النوع ده اسمه ايه، بس يعني تجيبوها ما تكون كده، ما تكونش التيفال. ليه؟ التيفال هتلاقوه مجرد ما يجي عليه سلك او يجي عليه معلقه او يجي عليه حاجه كده هتلاقوه على طول اتجرح واتخدش، مش هتكون صحيه خالص. لا بصوا النوع ده، الحله دي بصوا يعني ده كله ده اتعمل قبل كده بالسلك، شايفين فيهوش اي جرح، بس طبعا في حاجات في حتت معينه مش هينفع نعملها بالسلك لانها ممكن تتجرح جامد، لو اتجرحت طبعا مش هتكون صحيه. غير كده وكده كتر دعكها لازم لما اجي انضفها انضفها بحاجات ما تكونش فيها كيماويات صعبه، يعني ما احطش مثلا فيها مثلا باور، ما احطش فيها سترس جواها، اي حاجه فيها ماده قويه. الحله دي كان عندها قبل كده واحده قبل دي بتتاكل، بتلاقوا الحله دي حوالين الهيتر ده كده بدات تتخرم وتبوظ خالص. طبعا الحاله بتاعتها دي غاليه جدا، هي كلها على بعض غاليه، ان هي المنتج نفسه سعره غالي.
والحل دي اغلى حاجه فيه، تمام؟ فطبعا يا جماعه كده النار قلت لكم مميزاتها ايه وعيوبها ايه. زي ما قلت لكم اصعب حاجه فيها التنظيف، وغير كده وكده كمان زي ما قلت لكم الزيت والتنظيف والكهرباء. المصفى بتاعتها دي زي ما قلت لكم طبعا، يعني يا ريت لو حد عنده فكره ازاي تنظف ممكن يقول لي، لانها بصراحه جربت ان انظفها زي ما قلت لكم، فصلت الاطباق وتتغلي على النار حتى بميه مثلا وكربوناته او ملح ليمون، بتنضف اه بس مش بترجع بصراحه زي الاول، يعني مش بترجع بلمعتها وهي لسه جديده. في يا جماعه ميزه كمان بس قبل ما انسى، هي طبعا يعني مش امنه بس هي امن بكتير قوي من الطاسه. يعني في مثلا طفل مثلا موجود في البيت او جنب الشخص اللي بيقلي، حتى لو حط ايده عليها من بره، هما كاتبين في الكرتون بتاعت ان هي هيكلها الخارجي بارد، يعني لما احط ايدي كده من بره بيبقى بارد، بس طبعا يعني لما احط ايدي كده من بره بيبقى البلاستيك بتاعها ده دافي مش بيبقى سخن. فحتى لو طفل مثلا عمل ايده كده عمل ايده كده لعب فيها من تحت، طبعا امن بكتير جدا جدا من الطاسه، تمام؟ كل دي طبعا يا جماعه مميزات، اللي عايز يجيبها يجيبها بس يجيب حجم كبير، يجيب حاجه زي كده. الصغيره هي طبعا مميزات ان هي بتاخد كميه قليله بس مش هتشيل معاكوا حاجه، يعني بصوا دي كده المفروض ان هي بتشيل كيلو من الاكل، وبصوا حجمها برده مش كبير. دي كده اكبر حجم، اعتقد في حجم اكبر منها شويه تقريبا بس حاجه بسيطه، يعني الفرق بسيط. فاللي يجيب ما يجيبش صغير، يجيب اللي هي تكون كبير شويه والحله تكون زي ما انتم شايفين عامله كده. في سؤال سالته اول امبارح جالي على جالي في التعليقات، ان شخص حاول حد كان بيضاف عينه وحاول ان هو يفك الحله بتاعتها دي. الحله دي يا جماعه مش بتتفك، الحله دي جايه ثابته، عشان كده بقول لك صعبه جدا في التنظيف، جايه ثابته. فلازم لما تيجي تنضفها تبدا انك انت تحط جواها ميه، ومن غير ميه ما تيجي بره عشان تحت في طبعا في تحت الكهرباء بتاعتها، ابدا ان انا اشطفها من غير ما الميه تطلع بره. لازم بقى نتصرف ونعمل كده. فدي مش بتتفك، دي من تحت الهيتر ده باسلاك كهرباء، فانت ما حاولتش تفكه حضرتك، او حضرتك ما حاولتش تفكيه الكهرباء ما بقتش موجوده فيها، يعني السلك اتخلع. فطبعا لازم كده تروح السير عشان تتصلح. دي زي ما قلت لكم يا جماعه نوعها مينتا، وكان معاها ضمان لمده تقريبا سنتين. بس كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده، حبيت بس ان اقول لكم مميزاتها وعيوبها ايه، عشان لو حد قاعد بيفكر انه يشتريها يعني يبقى عارف هيشتريها ولا لا. وزي ما قلت لكم سعرها 1000 جنيه او 950 على حسب المكان اللي هتجيبوها منه. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.